أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس التناسبية. هذا الجزء الذي سنخصصه للتطبيقات، سنطبق ما رأينا في الجزء الأول. غادي نبدأ أولا بالتطبيق بالنسبة للنسبة المئوية. سنأخذ على سبيل المثال التمرين الذي أمامكم، تمرين واحد. يقول التمرين: عدد تلاميذ إحدى الإعداديات القائمين بالقسم الداخلي هو 45، ويشكلون نسبة 18% من مجموع تلاميذ هذه الإعدادية. السؤال يقول: أحسب العدد الإجمالي لتلاميذ هذه الإعدادية. إذا شفنا مزيان في التمرين غنلقاو أن هناك معطيين أساسيين. المعطى الأول هو أن عدد التلاميذ الذين يسكنون بالقسم الداخلي ويدرسون بهذه الإعدادية هو 45 تلميذا، وهذا العدد يشكل حسب التمرين 18% من مجموع تلاميذ هذه الإعدادية. السؤال هو: كم من تلميذ في هذه الإعدادية؟ بمعنى شحال في هذا التلميذ بهذو اللي كيسكنوا في القسم الداخلي وبهذو اللي ما كيسكنوش في القسم الداخلي؟ كي نجيب عن التمرين، كما تعلمون أول حاجة أن النسبة المئوية، النسبة المئوية تمثل وضعية تناسبية. النسبة المئوية تمثل وضعية تناسبية. إذا بالإمكان أن أحول السؤال إلى حساب الرابع المتناسب كما سبق. سأضع المعطيات في هذا الجدول. لدينا 18% من التلاميذ هي 45. شفنا أن 45 ديال التلاميذ كيشكلوا 18% ديال التلاميذ كلها. 18% هي تمثل 45 تلميذا. إذا السؤال الذي سنطرحه: 100% الكل، النسبة الكلية 100%، كم تشكل من تلميذ؟ إذا استطعنا أن نجد هذا العدد الذي سأسميه X، سأكون قد وجدت العدد الإجمالي للتلاميذ. وكما رأيتم في الجزء الأول، لحساب هذا العدد الذي هو الرابع المتناسب للأعداد سيكون هو X يساوي 45 في 100 على 18. لكي نحسب هذا العدد يمكن أن نختزل. مثلا 45 هي 9 في 5، 100 سنكتبها 2 في 50 لكي نكتب عودة 18 هي 9 في 2. سنختزل ب 9، سنختزل ب 2، وسنحصل على 5 في 50 تساوي 250، وبالتالي سنقول العدد الإجمالي لتلاميذ هذه الإعدادية هو 250 تلميذا. بعد التمرين الأول سنشوف التمرين الثاني. دائما في النسبة المئوية أقترح عليكم هذا التمرين: ارتفع ثمن القمح بنسبة 15%. السؤال يقول: ما هو الثمن الجديد لقطار واحد من القمح؟ إذا علمت أن ثمنه الأصلي هو 350 درهم. إذا هنا كذلك في التمرين لدينا معطيان. أولا نعرف أن الثمن الأصلي لقنطار من القمح هو 350 درهم، لكن ثمن القمح ارتفع بنسبة 15%، إذا غيزيد هذا الثمن، ما غاديش يبقى 350 درهم، غيولي أكثر من 350 درهما ما دام الثمن ارتفع بنسبة 15%. السؤال يقول: كم سيكون هذا الثمن الجديد، ثمن القمح الجديد
بعد الاتفاق بهذه النسبة. أولاً لكي نجيب عن هذا السؤال سنحدد مبلغ الزيادة، كم ازداد ثمن القرض؟ قبل أن نجد ثمن الكل سنجد أولاً الزيادة، بكم ازداد ثمن القرض؟ بكم ازداد ثمن القرض؟ يعني شحال زاد على 350؟ دائماً باستعمال الرابع المتناسب اللي شفناه في الجزء الأول. لدينا في هذا التمرين أن 100 مثلاً 100 درهم حسب النسبة المئوية، 100 درهم يزداد فيها 15. هذه هي النسبة، عندما نقول 15% يعني كل 100 أو كل 100 درهم يزداد فيها 15 درهما بهذه النسبة. كل 100 يزداد فيها 15، إذا 350 سيزداد فيها كم؟ طبعا سنسمي X كذلك مثلا، وسنبحث عن X باستعمال الرابع المتناسب. إذا X حسب ما شفناه سابقا يساوي 15 في 350 على 100. سنحاول أن نحسب هذه العمليتين، عملية الضرب وعملية القسمة، دائما باستعمال الاختزال. ممكن أن أكتب 15 هي 3 في 5، وأكتب 35 في 10، 350 هي 35 في 10، كما سنكتب 100 هي 10 في 10، 10 في 10 هي 100، وكذلك 10 سأكتبها هي 2 في 5، دائما لكي نختزل. سنختزل 10 مع 10 و5 مع 5، سيتبقى لنا 3 في 35 على 2، 3 في 35 ستعطينا 105. عندما سنقسمها على 2 سنحصل على 52.5. إذا سنقول أن ثمن القمح سيزيد ب 52.5 دراهم. إذا ثمن القمح أو ثمن القنطار، إن في التمرين يتحدثون عن القنطار الواحد، ثمن القنطار الواحد من القمح سيرتفع بمبلغ كما رأينا 52.5 درهما، وبالتالي ماذا سيكون الثمن الجديد؟ وبالتالي الثمن الجديد لقنطار من القمح، الثمن الجديد لقنطار من القمح سيكون هو الثمن الأصلي نضيف إليه مبلغ الزيادة. إذا 350 درهما نضيف إليها 52.5 درهما لنحصل كثمن جديد على 402.5 درهما، وهذا هو الثمن الجديد للقمح بعد ارتفاعه بنسبة 15%. بعد التمرين الثاني الذي تحدثنا فيه عن ارتفاع الثمن، سنتحدث الآن في التمرين الثالث عن انخفاض الثمن. طبعا التمرينين متشابهان كثيرا. التمرين يقول انخفض ثمن البطاطس بنسبة 5%، ما هو الثمن الجديد للكيلوغرام الواحد من البطاطس علما أن الثمن هو الأصلي هو 5 دراهم؟ كذلك في هذا التمرين لدينا معطيان أساسيين. المعطى الأول هو أن الثمن سينخفض أو قد انخفض ب 5%،
اللي كنقولوا 5%، يعني كل 100 انخفض فيها 5، كل 100 درهم انخفض فيها 5 دراهم، كل 100 سنتيم انخفض فيها 5 سنتيمات، وهكذا. السؤال يقول: ما هو الثمن الجديد للكيلوغرام الواحد من البطاطس علما ان ثمنه الاصلي هو 5 دراهم؟ في التمرين السابق حسبنا في الاول مبلغ الزيادة أو قيمة الزيادة، كذلك هنا سنحسب أولا قيمة الانخفاض، مبلغ الانخفاض، كم نقص من هذا الثمن، هذا ما سنحسبه أولا. دائما لاستعمال العلاقة التناسبية، كما قلنا سابقا النسبة المئوية هي وضعية تناسبية، إذا سنستعمل الجدول لتحويل ذلك إلى الربع المتناسب لكي نستطيع أن نحسبه بكل سهولة. ماذا لدينا؟ لدينا نسبة الانخفاض هي 5%، بمعنى أن كل 100 درهم ينخفض فيها 5 دراهم. إذا كم سينخفض في 5 دراهم؟ كل 100 درهم ينخفض 5 درهم، كم سينخفض في 5 درهم؟ سنسمي إنجريك مثلا. إذا إنجريك هنا هو الرابع المتناسب لأعداد 100 5 5. إذا إنجريك كما تعلمون جميعا يساوي 5 في 5 مقسومة على 100، 5 في 5 هي 25، 25 نقسمها على 100، 25 تمثل ربع من 100، يعني هذا سيساوي 0.25، إذا أردنا أن نكتب قيمة مضبوطة بصيغة العشرة. إذا ماذا سأقول الآن؟ ما هي 0.25؟ 0.25 درهما هو أو هي قيمة الانخفاض. إذا هذا الثمن الذي هو في الأصل هو 5 دراهم سينخفض ب 0.25 درهما، ومنه سيكون الثمن الجديد للكيلوغرام الواحد من البطاطس هو الثمن الأصلي ننقص منه مبلغ الانخفاض الذي هو 0.25 درهما لكي نحصل على الثمن الجديد الذي هو 4.75 درهما. بعد النسبة المئوية سنطبق التناسبية كذلك في السرعة المتوسطة، طبعا هذا ليس بجديد عليكم كذلك. سنرى ذلك من خلال تمرين، التمرين هو أمامكم سيارة تسير بسرعة 80 كم في الساعة. السؤال الأول يقول: ما هي المسافة التي ستقطعها هذه السيارة في 75 دقيقة؟ والسؤال الثاني يقول: ما هي المدة الزمنية اللازمة التي تحتاجها هذه السيارة لقطع مسافة 200 كيلومتر؟ المعطى الذي نتوفر عليه في هذا التمرين هو السرعة المتوسطة أو السرعة المنتظمة لهذه السيارة، وهو 80 كيلومتر في الساعة. ما معنى 80 كيلومتر في الساعة؟ كل ساعة تقطع هذه السيارة 80 كيلومترا، 80 كيلومترا تقطعها في ساعة واحدة. وإذا أردنا أن نتكلم بالدقائق سنقول 80 كيلومترا تقطعها في 60 دقيقة. سنحتاج إلى تحويل هذه الساعة إلى الدقائق، لأن السؤال يتحدث بالدقائق وليس بالساعات. ما هي المسافة التي تقطعها هذه السيارة في 75 دقيقة؟ كما تعرفون كذلك السرعة المتوسطة، السرعة المتوسطة تمثل وضعية تناسبية،
بمعنى الإجابة على السؤالين يمكن أن نستعمل التناسب، يمكن أن نستعمل الرابع المتناسب للوصول إلى النتيجة. سنحاول أن ننظم هذه المعطيات في جدول لنوضح بشكل جديد الرابع المتناسب. سنعود. 80 كيلومتر في الساعة تعني أن السيارة تقطع 80 كيلومتر كل ساعة. السؤال يقول كم ستقطع في 75 دقيقة؟ إذا أردت أن أنظم هذه المعلومات في جدول تناسبي طبعا، سنقول كل ساعة السيارة تقطع 80 كيلومتر. هذه الساعة سأحولها إلى الدقائق، سأقول كل 60 دقيقة السيارة تقطع 80 كيلومتر. السؤال يقول في 75 دقيقة ستقطع أي مسافة؟ سنسمي هذه المسافة D. طبعا D هو الرابع المتناسب للأعداد 60 و80 و75. وين كل 60 دقيقة السيارة تقطع 80 كيلومتر، كم ستقطع في 75 دقيقة؟ ستقطع D وسنحسب D. D الذي هو الرابع المتناسب يساوي 80 في 75 على 60. طبعا هذا حساب بسيط، سنجد أن هذا يساوي 100. وكجواب على السؤال الأول سنرقم هذا السؤال الأول. إذا سأقول المسافة التي ستقطعها هذه السيارة في مدة 75 دقيقة هي 100 كيلومتر. بعد ذلك ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما هي المدة الزمنية اللازمة التي تحتاجها هذه السيارة لقطع مسافة 200 كيلومتر؟ دائما السرعة المتوسطة هي علاقة تناسبية. سنستعمل الرابع المتناسب، ولكن كما سنرى بشكل مقلوب إذا قررنا مع هذا الجدول. سأحاول أن أنظم هذه المعلومات أيضا. المطلوب منا في مسافة 200 كيلومتر كم هو الوقت لقطع 200 كيلومتر؟ ونحن نعرف أن في 80 كيلومتر السيارة تستغرق ساعة واحدة. ممكن أن نشتغل بالدقائق وممكن أن نشتغل بالساعة. 80 كيلومتر تقطعها في ساعة واحدة، 80 كيلومتر في ساعة واحدة، 200 كيلومتر في كم؟ طبعا الوحدة هنا ستكون الساعات ما دون، وضعنا واحد باستعمال الساعات، العكس هنا تماما الدقائق إذا كذلك T هو الرابع المتناسب لهذه الأعداد 80 و 1 و 200، سيكون T يساوي 1 في 200 على 80. وبحساب بسيط سنجد أن هذا يساوي 2.5. إذا ماذا سنقول كجواب على السؤال؟ إذا المدة اللازمة لقطع مسافة 200 كيلومتر هي 2.5 ساعة، ساعتين ونصف. إذا بغينا نحولها إلى دقائق ستكون ساعتين هي 120 زائد 30 ستعطينا 150 دقيقة.
من المدة الزمنية اللازمة لقطع 200 كيلومتر هي ساعتين ونصف أو 150 دقيقة. وكتطبيق كذلك للثلاثية يمكن أن نطبقها على ما يسمى بالسلم أو سلم التصميمات، سلم الخرائط كما تعرفون. مثلا عندما نقول 1 على 200 فهذا يعني أن سنتيمتر واحد مثلا على التصميم تعطينا في الحقيقة أو في كمسافة حقيقية 200 سنتيمتر. هذا هو معنى السلم 1 على 200، يعني أن 1 سنتيمتر على التصميم على الورقة على السبورة تعطينا 200 سنتيمتر في الواقع. إذا نقرأ التمرين. بعد دراسة أجريت لإقامة جسر بين المغرب وإسبانيا، وضع تصميم لهذا الجسر بسلم 1 على 5000. السؤال يقول: احسب الطول الحقيقي للجسر، علما أن طوله على التصميم هو 3 متر. إذا تصور التصميم ديال هذا الجسر اللي داروا له الدراسة اللي ممكن يكون ما بين المغرب وإسبانيا. هذا التصميم كان على الورق طوله هو 3 أمتار. السؤال يقول: كم هو طوله الحقيقي، علما أن هذا التصميم صمم بسلم 1 على 5000، بمعنى أن 1 سنتيمتر على التصميم تعطينا في الواقع 5000. دائما كما قلنا سابقا كذلك السلم يمثل وضعية تناسبية، فهذا ما يسمح لنا دائما باستعمال الرابع المتناسب لإيجاد النتيجة. إذا كذلك سنحاول أن ننظم هذه المعلومات في جدول لكي نحسب الرابع المتناسب دائما. السؤال يقول: احسب الطول الحقيقي للجسر، علما أن طوله على التصميم هو 3 متر. إذا لدينا 3 متر بالأمتار، سنشتغل بالأمتار. 3 متر، كم طول الجسر؟ سنسميه N. هذا هو السؤال. ماذا نعلم؟ نعلم أن كل واحد على التصميم، قلنا سابقا 1 سنتيمتر تعطينا 5000 سنتيمتر على الواقع، ولكن كذلك 1 متر تعطينا 5000 متر في الواقع. إذا سنكتب هنا أن 1 يمثل في الواقع 5000. هنا ما دام السؤال بالأمتار، إذا سنتكلم بالأمتار. متر واحد على التصميم يمثل 5000 متر في الواقع. كم تمثل 3 أمتار؟ دائما نستعمل صيغة الرابع المتناسب للحساب، سيكون N يساوي دائما الجداء المائل نقص على العدد، أو 3 في 5000 مقسومة على 1. النتيجة هي 15000. طبعا اشتغلنا بالمتر، إذا ستكون 15000 متر. سأقول إذا الطول الحقيقي للجسر هو 15000 متر. طبعا من الأحسن التحويل عندما يكون عدد كبيرا، سنقول أي الطول الحقيقي للجسر هو، وسنحول 15000 متر إلى الكيلومتر، تعطينا كما تعلمون 15 كيلومتر. إذا هذا هو الطول الحقيقي بين، أو الطول الحقيقي للجسر الذي أجريت له دراسة
لإقامته بين المغربين وإسبانيا.